خلاص خلينا نبلش الجيم بعدين نشوف. اوكي ندخل الان لاول نص نهائي ما بين ساندروك جيمنج وسليبنج. ساندروك المرشح الاول دائما للانتصار في اي بطوله بينافس فيها امام فريق سليبنج اللي كان جاهز ليعمل ابسيتس، كان جاهز ليلعب باحسن طريقه، وفي السويس فورمات ورجانا كيف المستوى عالي جدا، وهذا الفريق من اقوى الفرق الان موجوده معانا. لذلك نص نهائي ناري فلاي، نص نهائي متوقعين انه يعطينا كثير كثير اكشن. طبعا زي ما تكلمت ان ساندروك جيمنج غير انه افضل فريق في الشرق الاوسط، يعتبر من افضل فرق في الشرق الاوسط، حتى خلينا نقول عالميا الفرق الاوروبيه والفرق الامريكيه تعرف انهم الان. خالد عندنا الهدف الاول بعد تمريره جميله من ترك، شوفوا كيف قدر فهد يحاول يخلصها لكن للاسف ترك كان موجود بالتصدي وعطى فرصه كبيره لأو خالد يسجل الهدف الاول لساندروك جيمنج بعد مضي بس حوالي 30 ثانيه من وقت المباراه. وزي ما نتكلم احنا قلنا انه فريق ساندروك جيمنج مو بس مشروع عندنا في الشرق الاوسط، لا مشروع عندنا في اوروبا ومشروع عندنا في امريكا، فكل الشعب ينتظرونهم بحر من جمر بالسويد. فعلا فعلا انت بتحكي على فريق يعني منتظر بشده وبسبب انه مستواه عالي عالي عالي، فتصور كيف لما يكون مستواه حيكون في اللان، من غير ما نحكي عن البينج، من غير ما نحكي عن اي مشاكل تقنيه، انت حتكون موجود امام جماهيرك، امام كل الناس، امام كل العالم اللي حيكون بيحضر مباراتك وبيتوقع منك تقدم اعلى اداء زي الاداء الممتاز الان بيقدموه. بدنا نشوف اداء اكثر امتياز من ساندروك جيمنج امام الفرق العالميه. لكن قبل ما نروح للميجر، خلص ساندروك ضمنه مقعدهم هناك بالالتيميت امبارح، ما نجحوا بتاتا في التاهل للنهايه وحتى في الخروج من ربع النهائي، خسروا امبارح مباراتهم، لذلك فريق ساندروك ضمن وبشكل مؤكد 100% انهم يطلعوا الميجر. سلام عليك يا احمد، يا سلام عليك، من غير اي صعوبات بتحس انه قاعد في براكتس 1v1، عدى الاول والثاني ما عنده اي مشكله انه يطلع بالاير دربل تبعته ويسجل الهدف الثاني لمصلحه الساندروك جيمنج. صراحه سليبنج مبين ان هم شلت ايديهم اثناء الدفاع، ما عرفوش بتاتا يطلعوا لاحمد، ينافسوا احمد، يحاولوا يضغطوا على احمد، ما يقدر احمد يلعب بالطريقه اللي بده اياها في الهجوم تبعه، لكن استطاع في الاخير اللاعب المميز من ساندروك جيمنج انه يحسم الهدف الثاني لمصلحه فريقه. طبعا هذا شيء متوقع من لاعب كبير زي احمد، يعني زي ما شفنا طلع من الجدار الجانبي واعطاها ثلاث لمسات، وبعد ما ارتدت من الجدار الخلفي ما قدر يجيبها الحارس للاسف، قدر انه يجيب الهدف الثاني لساندروك جيمنج. الان لسه عندنا متبقي 3 دقائق و11 ثانيه من وقت المباراه، هل بنشوف سليبنج يرد الاعتبار ويسجل الهدف الاول او لا؟ لكن كل مره انا بقعد اكرر هذا الكلام انه هذه لسه المباراه الاولى، لسه في الفريق يتعود على تكتيك الفريق الخصم، يعرف كيف طريقه لعبه. الى الان فريق ساندروك جيمنج عنده سيطره كامله في هذه المباراه، حتى لو لاحظ احصائيات عنده 5 تسديدات مقابل بس تسديده واحده اللي هي كانت قبل شوي الهجمه الاخيره، ما قدروا ابدا يستغلون اي هجمه، عندهم سيطره كبيره ساندروك جيمنج على البوست، فجدا مباراه صعبه ضد سليبنج، لازم انهم يعرفون المباراه ويتكيفون فيها، لكن الى الان ما في هجمات واضحه. الان نشوف تركي يروح فيها يعترض طريقه، او خالد يحاول بلمسه اولى يدور لمسه ثانيه هل يستطيع، لكن بينهم يخلص الكوره، احمد مو متواجد معاه لكن فهد موجود، تركي يحاول يخلص الكوره، الى الان الكوره مستمره في ملعب سليبنج، سليبنج يحاولون يخلصوا الكوره، يحاولون يحولونها الى هجمات لهم، لكن خلينا نقول ما عندهم اي هجمه الى الان. بس فريق ساندروك جيمنج تصدى للكور في وسط الملعب، لكن خلينا نشوف ايش بيسوون، نشوف ديمو اكثر من رائع او تفجير، لكن ما يترجم لاي هجمه ولا اي خطر على ملعب ساندروك جيمنج. فعلا عمليه التفجير صراحه كان ممكن تصنع ثغره في دفاع فريق ساندروك، لكن اول ما صار التفجير مباشره المدافعين الباقيين انتقلوا لوضعيه دفاع قويه جدا، عملوا البلوك اللي كان المفروض يعملوه، وبالتالي هذا الشيء حرم فريق سليبنج من اي ضغط ممكن يطبقه على فريق ساندروك جيمنج في دفاعه، وبالتالي 2-0 حتستمر النتيجه. 3 دقائق وشوي مرت من اول جيم عندنا في البيست اوف 7، والسيطره واضحه لساندروك، الهجوم من عندهم قوي، عمليات التسديد عندهم متكرره، في حين انه الدفاع تبعهم حاضر واسمنتي مش بس حديدي، فبالتالي صعب جدا على فريق سليبنج حتى انه يسيطر على الكره او انه حتى يحاول يبني هجمه. والان محاوله فرديه جدا من عند اللاعب بينهم، لكن احمد جاهز، احمد من اقل اللاعبين اللي عندهم سيفز في كل البطوله، رغم هيك الان واضح الادوار الدفاعية تبعت كيف جيدة وكيف من خلالها حرم فريق سليبنج من الهجمة الآن يحولها لأي خطر على مرمى فريق ساندروك. بالتالي الهجمة مستمرة من عند فريق ساندروك، أو خالد بيطلع الآن بالكرة حيحاول الآن يمرر تمريرة جيدة، لكن الثلاث لاعبين جاهزين له، الثلاث لاعبين طالعين للكرة اللي خالد حاول يطلع فيها، فبالتالي كانوا متجهزين له وحرموا من فرصة انه يصنع اي تمريرة لزملائه الاثنين اللي بيكونوا بينتظروه. معروف طبعا انه احمد وترك اعلى اثنين تهديفين خلال البطولة كلها، فبالتالي هدول اللاعبين مخيفين، لكن يا السلام عليك يا فهد،
تصدي مميز جدا من عند اللاعب فهد، بالتالي حرم فريق ساندرو جيمينج من يحسم المباراة بشكل مبكر. لكن تزيده تصدي جميل من عند اللاعب فينوم. هل حيستمر الآن الهجمة العكسية تكون في موقف في توقيت مميز وموقف مميز؟ نشوف ايش حيسوي الآن. التمريرة من الروف او عفوا من الحائط، لكن في الأخير تصدي جيد جدا، مرمى مفتوح، لكن لا سريع الروتيشن من عند اللاعب فهد، استطاع أن يعود في الوقت المناسب. 20 ثانية ضايلة على المباراة، لكن ضغط ساندرو جيمينج حالم فريق سليبينج من أي محاولة هجوم خلال هاي المباراة. زي ما نعرف احنا فريق ساندروك جيمينج من الفرق اللي تستغل خلينا نقول هجمات المرتدة، هجومهم جدا سريع، عندهم تغيير اللعب من الدفاع للهجوم جدا سريع بحكم انهم لعبوا مباريات عالمية اكثر من فريق سليبينج، فعندهم خبرة اكثر. لكن الان المشكلة اللي يواجهونها سليبينج انهم يعطون مساحات كبيرة للعيبة، خصوصا اذا كان عندك لاعب يعني بمهارات فردية زي لعبة ساندروك جيمينج تعاني مشكلة كبيرة اذا اعطيتهم مساحة زي كذا. فاول جيم الان يروح ساندروك جيمينج يقول لهم الف مبروك، ونشوف عندنا الاحصائيات الان. احصائيات بصراحة ما كانت متقربة من ناحية الهجوم، فريق سليبينج كان يعني بالغالب في الدفاع، لانه زي ما قلنا ساندروك جيمينج هجومهم ابدا ما توقف من بداية المباراة، وكانوا يحاولون يحزون اكبر عدد من الاهداف. فنقول لهم الف مبروك الجيم الاول 2-0، وخلينا نشوف الريبلاي. الريبلاي حتبين لنا كيف انه 9 تسديدات كان في عند ساندرو جيمز و7 تصديات من سليبينج. يعني تتصور مش قادر تهاجم انت حرفيا كفريق سليبينج، انت مش قادر تهاجم لانه الخصم تبعك هجوم كاسح، فانت مجبر تخلي كل مواردك الفرديه موجوده في الدفاع. تصور عندك اللاعبين كلهم كانوا مجبرين تماما انهم يوقف بس هجمه واحده اللي بتذكرنا بكل شيء. خالد طلع بالاير دريبل تبعه مباشره، 3 لاعبين طلعوا على الحائط تبع المرمى ليلحقوه مباشره. كيف الضغط اللي بيمثله او خالد في 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 محاولاته ليصنع اسيست او ليمر تمريره كويسه، هذا الاشي كله بين كيف موجود في عقول لاعبي سليبينج. ما بدنا نهجم بس بدنا ما يدخلش فينا هذا الهدف، فبالتالي الدفاع كان عندهم حاضر لكن اوريدي هم استقبلوا هدفين. خلينا ندخل على الجيم جديد، خلينا ندخل على الجيم الثاني لنشوف هل سليبينج حيغير استراتيجيتهم ولا ضغوطات فريق ساندروك حاضرة ومستمرة لتجبر فريق سليبينج أن يكون مدافع طيلة فترات المباراة هذه. طبعا زي ما قلنا ان فريق ساندروك جيمينج فريق متميز بلاعبينه، خلينا نقول عندهم مهارات كبيرة في 1v1 حتى فريق سليبينج. بالآن نشوف تسديدة خطيرة، لكن العارضة تحلم سليبينج من الهدف الأول اللي كان بيكون مريح لهم انهم يدخلون الجيم الثاني فيه، لكن للأسف العارضة كانت تقول لا. ونشوف الآن هجمة مستمرة. خليني أكمل كلامي زي ما كنت أقول إنه ساندرو جيمينج لاعبين متفردين في هجومهم الفردي أو في لعبهم الفردي، فإذا عطيتهم مساحة كبيرة خصوصا إذا كانوا بس 3 في الدفاع بدون ما أحد يطلع في الهواء يوقف هجمتهم بيكون جدا جدا صعب. زي ما شفنا بالجيم الأول أو خالد كان عنده 3 لمسات تقريبا خلى كل فريق سليبينج يطلع للكورة وعطى مساحة الفريق إنه يكمل عليها، لكن للأسف الهجمة هذيك ما ترجمت لأي من الهدف ولا قدروا يسجلون فيها. لكن الآن نشوف سليبينج بدوا شوي يتكيفون على طريقة اللعب، يمكن نشوف هجمات أكثر منهم بداية المباراة الثانية من هذا الشوط، بس خلينا نركز أكثر على هجومهم. إيش اللي تغير فيه؟ هل بيهجمون أكثر بيحاولون يقللوا الدفاع؟ الآن نشوف فيصل يحاول يسدد، الله عليك فيصل، شوفوا كيف الهدف الأول من سليبينج. زي ما أنا قلت الآن بيتحولون للهجوم بشكل مباشر، فهد أعطاها تمريرة لوسط الملعب، فيصل كان متجهز لها، أحمد حاول فيها لكن كانت بعيدة جدا عنه، وبهذا يضمن سليبينج الهدف الأول لهم في المباراة الثانية من هذه السلسلة. فعلا اخيرا سليبينج الان دخل المباراه بتفوق، هذا الشيء حيرفع معنوياتهم تماما، حيكون بيدخل على المباراه مش بجو بدنا نلحق بدنا نعوض بدنا نقلل الفارق بدنا نتعادل معهم، لا الان بمبدا انه احنا متفوقين علينا نزيد هذا التفوق، علينا نضغط على دفاع فريق ساندروك، لان شفنا الهجمه الماضيه اجبروا فيها مدافعي فريق ساندروك كلهم انهم يلعبوا بشكل متاخر مش بالطريقه اللي ساندروك بيحبوا يلعبوا فيها، انه يكونوا هم اللي بيطبقوا هذا الضغط. لذلك الهدف الاول كان مميز جدا من عند فريق سليبينج، مهم تكتيكيا بالنسبه لهم عشان الان يلعب المباراة بشخصيتهم المعتدين عليها اللي هي شخصية الفريق القوي. لكن التصدي حلو جدا من عند اللاعب أحمد، تسديدة ثانية، تصدي ثاني من ترك هاي المرة، فبالتالي سليبينج الآن دخلين علينا بشخصية ثانية خالص، شخصية إحنا حنهاجم إحنا حنضغط إحنا مش حنسمح لساندروك بالمساحة اللي سمحنا لهم إياها خلال المباراة الأولى. لذلك تعالوا واتقوا شرنا هالجيت يا فريق ساندروك، حنلعب بضغط مستمر، وهذا الإشي ولد لهم جول مهم جدا. وهل حيقدر ولد لهم جول ثاني ولا لا؟ خالد الآن طلع بالكرة محاولة بامب، لكن لا المدافع كان موجود وفينهم كان حاضر تصدى الكرة، والآن تمريرة، لكن كل المهاجمين كانوا راجعين لمواقع متأخرة شوي على المرمى. أحمد الآن طلع بالكرة لكن فهد تصدي جميل جدا من عنده، تمريرة الآن هل حيقدر يسجلها؟ ترك يا سلام عليك يا سلام عليك يا ترك،
تمريرة أكثر من رائعة من عند اللاعب خالد عشان كلهم بيطلعوا ليوقفوه، عشان تمريراته عظيمة وتسديدة أكثر من رائعة من عند اللاعب ترك سجل فيه هدف التعادل، والآن رجعنا لواحد واحد. ولو تشوف يعني أحمد، لو لاحظت البوس من فريق سيبك أبدا ما كان عندهم بوس، لأني زي ما تكلمت إنه الفريق اللي يطلع تقريبا بهذه الهجمات الفردية لازم توقف هجمة من البداية، ولا أبدا ما بتشوف البوس في هذا الجيم، لأنه لو عطيته فرصة إنه يأخذ الكرة يطلع فيها يتحكم فيها في الهواء يسحب مدافع، لك الآن تشوف ترك يسحب صد الكرة لكن تجي في العارضة فهد يحاول يخلصها، لكن الآن الكرة ترجع الملعب ساندروك جيمينج. زي ما شفنا أنا اللي أشوفه إنه فوز سليبينج يحاولون يقللون المساحات اللي يعطونها الفريق ساندروك جيمينج، يحاولون يدخلون الكرة يقتلون الهجمة من بدايتها، لكن الآن زي ما تشوف تفرد، لكن شوف كيف قدر يتلاعب فيها ولمسة ثانية بالعرضة ترك موجود، لكن لا 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 لسه الهجمة مستمرة وخالد مع لمستين يجيب الريست يحاول فيه. الله عليك يا خالد شوف كيف الهدف، يا سلام يا سلام يا سلام، شوف كيف اللمسه الاولى قدر يمس اللمسه الثانيه ويسوى تجديد للنطه حقه وقدر يسجلها، زاويه صعبه جدا وكذا يضمن ساندروك جيمينج 2-1 ولسه باقي عنده دقيقتين. الان اللاعبين يثبتون مهاراتهم الفرديه، اذا اعطيتني مساحه انا اقدر اجيب الكره من فوق، اقدر اكون اسرع منك، اقدر اخادعك في اللعبه، يعني زي ما شفنا ما رفع الكره فوق لا نزل من تحتها في بدايه الهجمه. الان سليبينج عندهم ضغط كبير في هذه المباراه، لازم يجون هدف التعادل ولا النتيجه بتكون 2-0 لهم في هذه السلسله، وهذا شيء طبعا ما حد يتمنى ان يكون مكانهم خصوصا ضد فريق زي ساندروك. فعلا بتعرف لما بتطلع على الهدف لما سجلوه كان الثلاث مدافعين تعون فريق سليبينج ما معاهم بوس او بس معاهم 12 او 20، بالتالي مش قادرين حتى يطلعوا للكره اللي كانوا خالد طالع فيها لانه صعبه جدا عليهم بصفر بوس انك تطلع لهي الكره. في الاخير فريق سليبينج استقبل الهدف الثاني ومعناها انهم رجعوا لنفس الوضعيه اللي كان فيها قبل شويه، وضعيه انه احنا متاخرين بدنا نحاول نرجع، لكن اي زياده في الهجوم عندنا هتفتح ثغره في الدفاع، وهذا هجوم ساندر قوي جدا زي ما لقيت مرمى مفتوح، لكن فهد استطاع في الاخير انه يرجع بطريقه سريعه بطريقه متسارعه عليه يحاول يسيف الكره، فعلا تصدى للهجمه هذيك من عند ساندر جيمينج. دقيقه ضايله عندنا في المباراه الثانيه، لكن فريق سليبينج ما زال متاخر، ما زال بحاول يرجع لجو المباراه رغم انه تقدم نتيجه 1-0، لكن استطاع الهجوم الكاسح والقوي من فريق ساندروك ان يسجل هدفين خلال اقل من دقيقه. الان في عمليه تفجير، بالتالي المرمى ممكن يكون مفتوح، لكن يا سلام عليك تصدي جميل، كان ممكن يكون خطير لكن كان التصدي في موقعه في توقيته المناسب، وبالتالي الان خالد طالع بهجمه ثانيه، تصدي اكثر من رائع من اللاعب بينهم، لكن الضغط مستمر، احمد حيطلع الان بالكره المفروض تكون تمريره للترك، لكن كل اللاعبين طلعوا له، مرمى مفتوح، مرمى مفتوح الان، فتح بصراحه المرمى لخالد انه يسجل الهدف بكل سهوله. ليش اللاعبين طلعوا لنفس الكره؟ خطا كوميونيكيشن عالي، التواصل كان سيء بينهم، فتح المرمى تماما للاعب خالد ليسجل الهدف الثاني. طبعا بعد الدخول المزعج شفناه برضو لازم نعطي زي ما نقول نمدح ترك في هذيك، قدر يطلع للكوره، قدر يسبق مدافعين من فريق سليبينج وقدر انه يترجم الهجمه للتمريره لاو خالد اللي قدر يسجل منها الهدف الثالث اللي يعتبر رصاصة رحمة. الان ترك تسديده ثانيه، الله عليك يا ترك، رصاصتين الان. فريق ساندروك جيمينج مبدعين جدا، شوف كيف التمريره جت من احمد الوسط الملعب ما قدروا يجيبونها لا فهد ولا بنهم، ترك حطها سددها في وسط الملعب يعني في وسط المرمى، ما حد يقدر يتوقع انه هناك التسديده بتروح، كلهم اتجهوا لزاويه الباب، لكن الى الان فريق ساندروك جيمينج مسيطر على المباراه، فريق سليبينج هجوميا خلينا نقول انه مستواهم كويس يقدرون يحسون منه، لكن يحتاجون يشتغلون على الدفاع بشكل اكبر، لكن ما تقدر تلومهم خصوصا ضد فريق زي ساندروك جيمينج اللي هجماتهم مستمره تحرم فريق سليبينج من البوست سواء في وسط الملعب او في اطراف الملعب، ما تعطيهم ابدا اي افضليه لا دفاعيا ولا هجوميا، فما يقدرون يترجمون اي هجمه. الان متبقي لنا ثانيه واحده لنهايه المباراه الثانيه، ونقول مبروك ساندروك جيمينج فوزكم في المباراه الثانيه نتيجه 4-1. ساندروك جيمينج قاعدين بيثبتوا المقوله اللي حكيناها قبل المباراه، يعني احنا بكل بساطه بنطلع على الفريق هذا بنحكي انه والله اي فريق بيلعب ضده ما ببين المستوى الطبيعي، لانه ساندروك جيمينج الضغط تبعهم عظيم، الطريقه اللي بيلعب فيها هجوميا بتجبرك انك تعمل التزام تام بالدفاع، ما بتقدرش اساسا انك حتى الدفاع اللي بدك تدافع ما بتقدر تدافع بقدراتك الكامله لانه بيخنقوك في البوست تبعهم. اطلع هي الهدف اللي بحكي عنه، الثلاث لاعبين على اليسار فيصل الوحيد اللي كان بعيد وواحد فقط او الاثنين اللي كانوا على خط المرمى الاثنين ما معهم بوست بتاتا، فبالتالي صعب تطلع لاريال دربل زي هيك،
وانت ما معاك اي نوع من انواع البوست. لذلك بصراحه الطريقه اللي بيلعب فيها تكتيكيا حوالين الملعب ساندروك لا غبار عليها. الطريقه اللي بيحرم فيها الخصم من البوست مميزه جدا، والطريقه اللي بيسجل فيها الاهداف يا سلام عليهم. الهدف الثالث كان عظيم، والهدف الرابع كان من جمله تكتيكيه جميله جدا من فريق ساندروك جيمنج. استحقوا 2-0 حتى الان، لكن في تطور جيد على مستوى سليبنج، بدليل انه تسجل في مرماهم اول هدف بعد حوالي دقيقتين ونص. بالتالي بيثبت لك كيف انه امام ساندروك جيمنج انت صمدت، سجلت هدف وصمدت دقيقتين ونص من غير ما يتسجل في مرماك اي اهداف. الجيم الثالث جاهز، خلينا ندخل مع بعض مباشره على الجيم الثالث ما بين ساندروك جيمنج وخصمهم. بصراحة حاولوا كتير، يعني هذه النقطة اللي انت بتزعل فيها على سليبنج، انه بحاولوا لكن امام ساندروك صعب جدا تلاقي نجاع لهذه المحاولات. طبعا هو سليبنج ادائهم خلينا نقول ما هو الاداء اللي دون المستوى، لكن ادائهم جدا ممتاز. هجوميا يحتاج الى قليل من التحسين، يعني خلينا نقول تبديل تحويل الهجمة من دفاع الى هجوم، ومرتداتهم يحتاجون تحسين لها. لكن اكثر شيء يحتاجون حاليا يركزون عليه انهم يقتلون الهجمات من بدري، ما يعطون اي مساحات. لكن الان شوف احمد بالدبل سقح لمستين، يحاول تمرير الوسط لكن موجودين لعيبتهم. بينهم خلينا نتكلم عن بينهم يسوي بينهم دفاع تقريبا كان اكثر لاعب دافع في المباريات اللي سابقة، مع ان كنا نشوف ثلاثتهم، لكن تمركز الان جدا متميز مع فهد، وكل اللاعبين في الدفاع متميزين. لكن زي ما قلنا انه مع الحرمان من البوست جدا صعب انك تحول الهجمة المرتدة الى هجمة خطيرة على ساندروك جيمينج. فانا نصيحتي لهم بس يقفلون المساحات، ما يعطون اي فرصة لساندروك جيمينج انهم يعني تجي الهجمة من خلينا نقول من قريب الباب. لو انه تحولت الهجمة من تثبيت اللاعب من ساندروك جيمينج قدر يسحب فيها مدافع او مدافعين على الاقل، اللاعب الاخير بيكون جدا في موقف حرج، ما يقدر ابدا يخلص الكرة او انه بيخلصها بطريقة خاطئة زي ما شفنا في المباراة السابقة. لكن الان يبان شوي في تحسن في المستوى الدفاعي، لكن نشوف هجمات متواصلة من ساندروك جيمينج، وحتى دقة التصويب عندهم دقة ممتازة جدا تجبر اللاعبين انه يصير في سوء تواصل فيما بينهم. بعض الاحيان تكون الكرة بين لاعبين فالواحد ما يدري هل انا اروح، هل انت تروح، هل انا اروح. فبالغالب بنشوف انه خلينا نقول تداخل مزدوج من الدفاع. لكن الان شوف تركب هجمة تجدد النطة حقه، لكن ينزل من تحته الان ضد ثلاثة الحالة، لكن سيبوها لاعبين في الباب ما تقدر تجيبها منهم. الان وخالد مع الكرة يحاول فيها، ترك بتواجد معه على طول زي ما شفنا الآن هجمات متواصلة جدا. فكثرة الهجمات على المرمى فريق الخصم زي ما تقول تهد حيلهم، ما تعطيهم أي فرصة. وخالد الآن يطلع بالهجمة لكن قدر يسيفها فيصل، ما أدري كيف قدر يسيفها في آخر لحظة. زي ما شفنا في تكتيك، في على طول إذا الكرة رجعت ملعبنا على طول نحولها لهجمة ثانية. ما في أي هجمة لفريق سليبنج يقتلونها من بدايتها فريق ساندروك جيمينج، يحتاجون يخلصون الكرة الآن ويركزون على البوست بشكل أفضل. فخلينا نشوف ايش بيقدرون يسوون سليبنج بهذه المباراة الثالثة من هذه السلسلة. صراحة هاي دقيقتين كاملات مروا، بتحس ان سليبنج ما كان لهم ولا تسديدة على المرمى انك تقول هاي تسديدة خطيرة او هاي هجمة خطيرة. يمكن هاي يمكن اخطر هجمة بالنسبة لهم، وحتى الدفاع موجود هاي شتت الكرة وطلعوها من الخطر اللي كان بيطبقوه فريق سليبنج. الان عدى مدافعين، عدى الثالث، هل حتكون التسديدة موجودة؟ لكن لا، صعب عليه لانه كان اريد البوست خلص من عنده. الان تمرير على منتصف الملعب، لكن كلا اللاعبين المتاخرين من فريق ساندروك ما كان معهم بوست، فرجعوا لمواقع دفاعية متأخرة بس عشان يحصلوا البوست المية. والآن تسديدة على المرمى، لكن يا سلام على التصدي من عند اللاعب ترك، كان حاضر في التوقيت المناسب. والآن هجمة جديدة، هل حيقدر اللاعب فيصل أن يطبق أي خطر؟ لكن لا، الكرة جاي عليه، هو اللي لازم يخرج الخطر، وفعلا تصدي جميل من عنده. وخالد طلع بالكرة مع لاعبين، لكن الآن التسديدة على مرمى مفتوح من عند اللاعب ترك، اسست تجيب من عند خالد. شوف خالد نفس الضغط اللي بيضربه دائما، عدى الاول وعدى الثاني ولعب التمريره من امام بينهم. فبالتالي ترك بكل بساطه، اطلع يا معلم، اطلع يا لعيب، وسجل الهدف على فريق سليبنج. بعد 3 دقائق سليبنج دفاعهم كان قوي، لكن امام الهجمات المتتاليه، امام القدرات الفرديه العاليه من عنده خالد، صعب جدا انك انت تتعامل مع هاي الكرات باريحيه. صعب جدا انك تتصدى لثلاث هجمات على التوالي في نفس العشر ثواني. بالتالي اجبر فريق سليبنج على انه يستقبل اول اهداف المباراه. زي ما شفنا بالهدف الاول كانت بدايته احمد قدر يتحكم بالكره بشكل مناسب، اجبر تقريبا لاعب الى لاعبين من فريق ساندروك جيمينج انهم يطلعون للكره، مما اعطى فرصه لخالد. برضو لازم نذكر انه خالد كان تمركزه جدا ممتاز، هذا يدل على انه في تناغم وتواصل سريع جدا بين اللاعبين وثقه كبيره فيهم، انه اذا انت جلست في هذا الموقع يا ان الكره بتروح يمين ولا انا بجيبها يسار. لكن الان شوفوا خالد في اللمسه الاولى، لكن تجي في العارضه، كانت جدا زاويه صعبه وزاويه ضيقه.
لكن أو خالد هذه الأهداف ما حد يجيبها إلا أو خالد ومهارات الفردية اللي دائما نشوفه يروح اللمستين يحاول يجدد خلينا نقول يحاول يجدد الفليب حق السيارة. لكن أحمد موجود في اللمستين، الله عليك يا أحمد، شوفوا كيف تصدى للكورة على طول. أنا زي ما قلت لكم يقتلون الهجمة من بدايتها، وخالد أعطى تمريرة أكثر من رائعة قدر يثبت فيها بينهم أحمد، قدر شوف السيطرة شوف الكنترول بعد ما رجعت الكورة من الباك هول قدر يترجم هذه التمريره من خالد الى هدف ثاني من ساندروك. زي ما قلت لك انه التمركز اللاعبين سواء هجوميين او دفاعيين من ساندروك جيمنج جدا جدا ممتاز، بحيث انه انا بيكم بس يعني تلاحظون انه اول ما تجي لمسه او صد من سليبنج كم ثانيه تحتاج بس من فريق ساندروك جيمنج انه يلمس الكره مره ثانيه ويحول الهجمه خطيره. بس طالع وشوف الان اللمسه الاولى اكثر راي احمد، بس ما عنده بوس ما يقدر يكمل. فريق سليبنج الان موقف جدا لا يحسدون عليه، متبقي لهم 50 ثانيه من زمن المباراة الثالثة في هذه السلسلة. نشوف الآن تمريرة من خالد، لكن لا يوجد أحد في وسط الملعب بينهم يحاول بشكل مباشر، لكن خالد يقتل الهجمة مرة ثانية. أنا بصراحة أحب أهني ساندروك جيمينج على الآن أسلوبهم الهجومي أسلوبهم الدفاعي وأسلوبهم في يعني قتل الهجمة، يعني ما يعطوا أبدا أي فرصة لسليبينج في هذا الجيم. يعني لو طلعنا في النتائج فقط 3 تسديدات من سليبينج مقابل 11 تسديدة من ساندروك جيمينج. صراحة إحصائية بتذكر لك كمية الضغط اللي بيتعرض له فريق سليبينج. تصور إنه أنت اللي بدك تعوض، أنت اللي متأخر في المباراة، أنت اللي خسران 2-0، تمريرة جميلة وتسديدة أجمل يا أخي. أو خالد إيش هذا اللاعب يا أخي؟ تشافي وإنيستا كلهم في نفس اللاعب، أسيستات ورا أسيستات ورا أسيستات، صراحة تمريراته كلها أجمل من بعض، ولهدافين زي ترك وزي أحمد، يعني بس أعطيه تمريرة وخليه يسجل، تمريرة عظيمة وتسديدة أعظم. فبصراحة كلا الفريقين الآن بيعطون مباراة، لكن اللي احنا شايفينه تماما انه فريق ساندروك لهم الأفضلية في كل نواحي الملعب، في الدفاع ممتازين بيقطعوا الكرة من بدري، في التسديدات يا السلام عليك يا ترك يا السلام عليك، 4-0 نتيجة المباراة الثالثة. بتحس انه مهما حاول فريق سليبينج الى انه الهجمات الخطورة تاعتها بتتزايد، التسديدات ما في أقوى من هيك، والتمريرات عظيمة وبالضبط بالضبط على المكان اللي بيحتاجه المهاجم. فبالتالي كل محاولات فريق سليبينج حتى الآن في هذا النصف النهائي باءت بالفشل، استقبل 4 أهداف في كل مباراة لعبها ضد ساندروك جيمينج. بتحس أنه خلص ساندروك محددين هدفهم، عارفين كيف يطبقوه، في حين أنه سليبينج رغم محاولاتهم المستمرة وسبع تصديات عندهم إلا أنهم استقبلوا عدد كبير من الأهداف في هاي المباراة. فبالتالي محاولات فيصل الدفاعية كانت حاضرة، لكن محاولات ترك وأحمد الهجومية والتمريرات العظيمة اللي بيلعبها أو خالد في كل مراحل في كل مراحل الملعب في كل مناطق الملعب في تمريرة عظيمة قادر خالد يلعب لك إياها، يا سلام على المستوى الخرافي من سامك. طبعا زي ما شفت أو خالد الآن لو طلعنا بس في الإحصائيات كان سبب في تسديد 3 أهداف من أصل 4، كل أهداف فريق ساندروك جيمينج كانت أغلبها من تمريرات من أو خالد. وزي ما قلنا إنه تمركز اللاعبين هجوميا وثقتهم في بعض تعطيهم أريحية إنهم يروحون ويعطون يعني أكبر من إمكانياتهم. حتى نقول شفناه في هذا الجيم إنه على طول لمسة ما بعدها أقل من ثانية إلا نشوف استمرار في الهجوم، نشوف تصدي من سليبينج، نشوف هجمة ثانية بعدها في أقل من ثانيتين، ضغط كبير جدا، سيطرة على البوست، تمركز ممتاز، خلينا نقول تفاهم بينهم وتناغم ممتاز جدا. لكن نحن ودنا نتكلم إنه سليبينج برضه دفاع متميز، يعني أنا أتوقع لو كان أي فريق غير سليبينج يعني خلينا نقول بخبرة أقل من سليبينج كان شفنا يعني المباريات تنتهي 7-1 8-1، لكن دفاعهم كان جدا متميز من ناحية الصد، لكن من ناحية التمركز الدفاعي يعطون مساحات كبيرة جدا في الملعب، فهذا كان خلينا نقول نقطة ضعف لهم. وأنا أفضل أنهم بس يرجعون شوي خطوة لورا، يأخذون نفس، يفكرون في طريقة دفاعهم. وخلينا نشوف الآن ندخل الجيم الرابع من هذه السلسلة إيش بيسوون، هل سينهون ساندروك جيمينج أو بنشوف خلينا نقول جيم واحد لسليبينج يقدرون فيه له يأخذون على قولتهم يرفعون معنوياتهم ويقدرون يطلعون من جو المباراة. أعتقد أنه إحنا حنمشي بنفس التسلسل اللي شفناه قبل هيك، ساندروك جيمينج بيبدأ المباراة بشكل خلنا نقول مش أقوى شكل ممكن يبدأ فيه، لكن أوكي يعني لسه بس نحكي إنه بدهم مش يبدأوا بقوة، لكن لقيت تمريرة جميلة جدا وتسديدة جميلة جدا وتصدي أجمل وأكثر من رائع، لذلك شكلنا حنمشي على نفس سلسلة المباراة الثلاثة اللي قبل. فريق ساندروك حيبدأوها طريقة قوية، التسديدة هذه كان إلها بالمرصاد، اللاعب أو خالد بتلاقيه هجوميا ممتاز دفاعيا حاضر
وعملية التمركز اللي بحطوا فيها أنفسهم فريق ساندروك عظيمة جدا، وطلع التسديدة يا سلام، لكن العارضة هي اللي هاي المرة تصدت للكرة، هي اللي هاي المرة حرمت فريق سليبينج، حرمت فريق ساندروك جيمينج من يفتتح التسجيل، وأعطت طوق نجاة إضافي لفريق سليبينج بأنه ما يستقبل أي أهداف في بداية المباراة. الآن هجمة من عند ساندروك جيمينج حيتقدم بالكرة تجاه مواقع سليبينج، وزي ما قال فلاي بالضبط مهما حاول فريق سليبينج أن يشتت الكرة ثانيتين ثلاث ثواني بالكثير بتلاقي الكرة رجعت لساندروك جيمينج. تطلع هاي محاولة التشتيت حتى حرموهم منها تماما. الآن أخيرا طلعوا بالكرة، الآن في محاولة خطيرة لكن الدفاع من عند اللاعب ترك حاضر وبقوة، وحرم فريق سليبينج من يفتتح التسجيل في المباراة الرابعة. أعتقد أن سليبينج عنده إمكانيات بحاول الآن يورجينا إياها، لكن ساندروك جيمينج بالمرصاد، عملية تفجير لاعب الآن تسديدة على مرمى مفتوح، يا سلام على عملية التفجير لاعب ورا اللاعب، لكن هاي المرة فيصل كان حاضر وكان موجود. الآن الأريال شوت ما حتكون في المكان المناسب لأنه أوريدي الكرة لسه في منتصف في الملعب. الآن هجمة خطيرة، أحمد طلع بالإير دريبل، عرف أنه طلعوا له فبالتالي أجبر على أنه ينزل بالكرة، قطعت منه تمريرة جميلة، ترك بحاول يسدد لكن هاي المرة فيصل طلع للكرة بشكل مبكر وقطعها من أمام لاعبي ساندروك جيمينج. دقيقتين مروا ولكن من غير أي أهداف في المباراة الرابعة، لسه بنحكي زي هيك ممكن يكون الهدف الآن، لكن التصدي جميل من عند اللاعب فيصل زي ما شفنا الآن. حتى لو نطالع في الأحصائيات يمكن اللي عندنا تقريبا ولا اكثر من 200 ثانيه الكره كانت في ملعب سليبينج، يعني دفاعهم كان اكثر من هجومهم. هذا يبين لك انه ساندروك جيمينج هجومهم كان متواصل بلا توقف، وزي ما تشوفون اعزائي المشاهدين لا تزال هجماتهم متواصله الى الان، يقدرون يوقفون الكره هجوميا ويقدرون يوقفون هجمات سليبينج في اسرع وقت ممكن. زي الان شفت سيده من اوخ خالد، لكن ترك ابيكم تلاحظون وين كان ترك، راح بعد احمد مررها في النص لكن ما رجع للباب، حاول يدور الحارس وينك يا حارس، عطت شتت انتباه فيصل وعطى فرصه لاو خالد ان يسجل هدف الاول. 1-0 ساندروك جيمينج في الجيم الاخير تقريبا من هذه السلسله، لازم سليبينج يجيبون هدف التعادل او انهم نقول يعني يعطيكم العافيه قدرتوا توصلوا للنصف النهائي، لكن ساندروك جيمينج قدروا يثبتون انهم افضل فريق تقريبا في الميدل ايست عندنا. فخلينا نشوف لسه عندنا دقيقتين ونص، دقيقتين وعشرين ثانية بس. برضو لو طلعنا في الإحصائيات يا أحمد لو لاحظنا فريق ساندروك جيمينج في هذا الريجنال ما توقع أنه خسر أي مباراة إلى الآن، لا يعني عنده سجل نظيف. حتى لو طلعنا حتى خلينا نقول في الريجنال الأول والثاني ما أبدا ما سجلت له خسارة سلسلة، وبهذا يكون يعني الفريق الوحيد اللي ما خسر أي سلسلة معنا في هذا الريجنال. حتى اعتقد انه ما خسر ولا مباراه واحده، يعني هو دخل على السويس فورمات 3-0 3-0 3-0 امبارح 4-0، يعني حتى مش بس انه يخسر، ما خسرش ولا حتى مباراه واحده. هذا ببين لك قديش هذا الفريق عنده سوبريورتي، عنده تقدم مش طبيعي، وعنده الامكانيات انه اساسا ما يفتح لك ثغرة صغيرة تسجل من خلالها عليه أهداف، عشان في الأساس نجمع هاي الأهداف ونقول والله ممكن أنتصر عليه في المباراة. طلع الضغط المتقدم كيف فهد بحاول يطلع بالكرة هو وزملائه، تسديد الآن لكن الدفاع حاضر من عند خالد، مميز جدا هذا اللاعب صراحة، مجنون. طلع على ترك، عدى اللاعبين بنفس الحركة، بحاول يعد الثالث لكن في الأخير قطعت من أمام الكرة. الضغط مستمر، دقيقة و15 ثانية، ستيفنج بحاول مشتت الكرة لكن خالد حاضر، وخالد الآن بالتمريرة لكن ما في أي مهاجم موجود قريب جدا ممكن يستغلها. ترك بحاول يكون موجود لكن الكرة الآن رجعت لملعب فريق ساندروك جيمينج، تسديد الآن كان إلها بالمرصاد أحمد حتى قبل ما تنطلق التسديدة، فبالتالي فريق ساندروك أمامهم دقيقة واحدة تفصلهم تماما عن النهائي، وعنهم يحكوا لكل المينا ريجن ليش هم أبطال الكرة، ليش هم أبطال المينا، ليش هم أبطال الريجنال كلها. نشوف انتصارهم في الريجنال الأول والثاني، هم الآن على بعد أحمد كيف سواها، أحمد كيف عملها بصراحة، ممتاز 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 أحمد، طلعوا له كل اللاعبين لكن على السريع استطاع أن يسجل هدف ولا أروع، رصاصة رحمة لفريق سليبينج، حاولوا لكن أحمد قال لهم يعطيكم العافية، هيا الهدف الثاني 40 ثانية خلينا نشوف إذا حتقدر تسجل علينا جول ولا لا. أحب أنوه برضو للمشاهد، أنتوا زي ما لاحظتوا أنه ترك بس رفع الكرة، نحن قلنا في أحد بيطلع الكرة لكن خلاص أحمد أصلا كان يعني من البداية في الهواء كان واضح أنه ترك بيناول الكرة وقدر يسبق، حتى لو كان أي لاعب طالع له ما بيقدر يسبقه، فقدر يعطيها لمستين دبل، خلينا نقول دبل تاش أو لمستين، وقدر يترجم هذه الهجمة بهدف ثاني لفريق ساندروك جيمينج. إلى الآن مستوى جدا 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 متميز من ساندروك جيمينج، فريق سليبينج يعطيهم ألف عافية، حاولوا كل الطرق كان أبو خالد لمسة ثانية لكن لا فوق المرمى، ما قدر يجيبها زاوية كانت صعبة. الآن نشوف آخر هجمة في المباراة، مين بتكون؟ هل بتكون
ساندروك جيمينج نشوف تركي حاول فيها لمسه اولى يجدد شقلبه لكن لا ساندروك جيمينج يفوز بالجيم ويختم السلسله من 4-0.